700 مركز في المحافظات سيتم افتتاحها الأسبوع المقبل في حملة لتسجيل الأسلحة غير المرخصة، خطوة تنساق ضمن تنفيذ البرنامج الوزاري لضبط فوضى السلاح في العراق. المراكز تأخذ على عاتقها جرد الأسلحة وترميزها، مع التعهد بالسماح لكل مواطن بحيازة قطعة سلاح للدفاع عن النفس. مادة 9 من البرنامج الحكومي تنص على حصر السلاح بيد الدولة، هذا يتم على شكل برنامج وعلى شكل مراحل. المراحل الأولى انتهت، الأسبوع القادم إن شاء الله سنعلن عملية البدء بتسجيل الأسلحة، وسنفتح 697 مركز في عموم البلاد. مهمة هذه المراكز هي تسجيل الأسلحة من حق أي مواطن أن يقتني قطعة السلاح. واستكمالا لإجراءات حصر السلاح بيد الدولة، خصصت الحكومة 15 مليار دينار لشراء الأسلحة من المواطنين، إجراء يراه مراقبون ليس كافيا لتقنين انتشار الأسلحة في العراق، والتي قوضت من حجم الاستثمارات الأجنبية رغم حاجة البلاد إليها. هي خطوة بالاتجاه الصحيح لكنها خطوة صغيرة، نحتاج إلى نزع الأسلحة في العراق اللي منتشرة بملايين الأسلحة وموجودة عشرات الأسلحة، ربما في معظم بيوت العراقيين هناك أسلحة، لكن الأكبر من هناك أسلحة متوسطة وحتى ثقيلة موجودة في العراق. هذه موضوع يعني يحتاج إلى معالجة حازمة، ولاحظ أنه هذا العامل كان مؤثر جدا في عدم وجود استثمارات أجنبية. في دراسة قالت 92% من المستثمرين أن السبب الأساسي اللي حد من الاستثمار في العراق هو وجود السلاح المنفلت بيد الجماعات المختلفة، سواء كانت العشائر أو الجماعات المسلحة. وزارة الداخلية أكدت أن تسوية ملف السلاح ستشمل المؤسسات العسكرية والمدنية، وتوعدت حاملي الأسلحة غير المرخصة بالتعامل معهم كخارجين عن القانون بعد الانتهاء من مراحل تسجيله. سترمز جميع أسلحة الدولة العراقية بكل مؤسساتها الأمنية والعسكرية والمدنية. شوف، هي العملية على شكل مراحل، المرحلة الأولى نبدأ بالتسجيل والشراء، بعد أن ننتهي ننتقل إلى مراحل أخرى، مراحل التفتيش ومراحل المصادرة، ونتعامل مع باقي الأسلحة على أنها أسلحة خارجة على القانون. ويوجد في بعض المحافظات ترسانة من الأسلحة تتقاسمها عشائر وفصائل مسلحة، دل على ذلك معرض الأسلحة هذا الذي ضبطته شرطة البصرة هنا خلال عام كامل. ضبط السلاح المنفلت خارج سلطة الدولة لعله يمثل التحدي الأبرز بالنسبة لقوات وزارة الداخلية هنا، التي تستعد لاستلام الملف الأمني في بداية العام المقبل. سعد قصي، يو تي في، محافظة البصرة.